مساء الخير للجميع. أنا طبعاً سنة 2013 كنت عايش بسوريا. ب7/1/2013 غادرت سوريا من مطار دمشق الدولي، طلعت على روسيا وظليت مقيم عشت حياة حلوة بموسكو. موسكو بلد راقي، بلد حلو، وشفت الخير طبعا بروسيا. طبعا كنت اشتغل 20 ساعة 18 ساعة، بس بحيث انه اوقف على الاجهاي لاني كنت تحت الصفر بسوريا. فالحمد لله رب العالمين، بعد 2 سنوات ونص سافرت من روسيا على حدود شركنيس. من شركنيس طبعا شركنيس تابعة لروسيا. من حدود شركنيس دلوني اصدقائي، قالوا لي في طريق فاتح على النرويج، وطلعت على النرويج طبعا وشفت الخير وشفت العلم وشفت علمت لغة جديدة، وهذا الشيء كثير فادني. وبتمنى هلا عندي دورات انجليزية بتمنى اخلصها، وكون كثير مخلص للاساتذة اللي تعبوا من شاني بالنرويج، وبتمنى اصل لهدف كثير منيح. وهلا انا جاي سياحه على اليونان، وهي اليونان مثل ما انتم شايفين، بس هي الشوارع هيك قديمه شوي، بس بنفس الوقت الشعب طيب، شعب اليوناني، وشفنا منه كل خير. صح اسنانك، صح اسنانك.